أكد وزير التجارة المهندس أحمد سمير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد بلغ 7 مليارات دولار في العام الماضي، كما تبلغ استثمارات تركيا بالسوق المصرية 2,500,000,000 دولار. جاء ذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات اجتماع المائدة المستديرة باتحاد الغرف والبورصات التركية. وقد قال وزير التجارة إن الجانب المصري يتطلع إلى أن يمثل هذا اللقاء انطلاقة جديدة لمزيد من الزخم في أوجه التعاون بين الشركات ورجال الأعمال من الجانبين، بما يعزز رغبة البلدين في مضاعفة حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 750 شركة تركية تستثمر في مصر.